ومع ذلك إن حصل لك خير من هذا كله أنا لا أقول أنه ليه برضه هو بتاعك يا سيدي، بس اديني حقي فيه وحقي ما مش هاخده ليه، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموه. ده لأخوك اللي المسكين، لأخوك المسكين اوعى تقول هنا مالي ومالي المسكين، لأن المسكنة عرض والعرض من الممكن أن يلحق بك أنت، فلا تقدر أنك معطل دائما، ولكن قدر أنك ربما صرت إلى معطل. يبقى لازم تاخد في التشريع خد الصد والرد. أنا بقول لك اديني أنت غني علشان أنا هقول للناس ادوه وهو فقير، فأنت لا تقدر في حكم الله ساعة يطلب منك، إنما قدر مع ساعة يطلب منك ساعة ما يطلب لك، تطلع المسألة كده. ومع ذلك أنا وإن كنت أنا اللي برزق الرزق ده، أنا عايز بس إنكم تبقوا بتحبوا بعض، عايز أخلي الضغن ينشال من قلوبكم، لأن الإنسان الضعيف، أنا بتكلم عن ضعف الإيه؟ الطبيعي، مش ضعف التسول، مش ضعف الاحتراف، مش ضعف الكسل يكسل كده ويقول لك يدوني، لا انت الضعف يعني معناه انك مش قادر تعمل حاجة، فانت بقدر لك حالة هذا الضعف وبخلي القوي تقول انت لما تشوفه انت ضعيف لا تقدر. الاقوياء الذين قدروا لم ينسوك وذكروك بما عندهم، تعلم انك في بيئة متساندة تحب لك الخير، فان رأيت نعمة تنالك ان عجزت لا تحسدها ابدا ولا تحقد على معطيها، بل تتمنى من حلاوة وقعها في نفسك انها جاءتك عن حاجة، تتمنى لو ان الله اخبرك لتردها. المجتمع يطلع مجتمع متكافل، مجتمع متضامن. فبقول لما يقول انفقوا يبقى من انتم بتتبرعوش ليه، لا انفقوا مما ايه، ولكن فضلي عليكم انني احترمت اثر عملكم ونسبته لكم، حتى ان غيرك اخوك احتاج بقول من ذا الذي يقرض الله، من اللي يسلف ربنا. الله، مسألة عجيبة دي. انفقوا مما ايه، انفقوا مما رزقناكم. انظروا بقى الذين لا ينفقون يعتزون بالاسمان، الحاجات اللي احنا بنشوفها التقايضات او اللي بتحصل بين سلع واسمان، السلعة ما يستفاد بها مباشرة والثمن ما لا يستفاد به مباشرة. لما تكون جعان ايغنيك ان يكون عندك جبل من الذهب؟ اذا ده ما بنستفيدش منه مباشرة، انما رغيف العيش بستفيد منه ايه؟ كوبة المية بستفيد منها ايه؟ اللباس بلبسه مباشرة، انما يبقى ده ثمن. يبقى الذي لا يستفاد منه مباشرة نسميه ايه؟ ثمن، واللي بيستفاد منه مباشرة نسميه ايه؟ سلعة. فكلمة بيع هيقول لك احذر بقى، انت معتز بشوية المال وهيعمل ذنوب، وبعدين هتيجي اليوم لا فيه بيع ولا شراء طبعا، ولا فيه خلة ولا فيه شفاعة. المنافذ اللي ممكن الواحد يتلصم عليه، ممكن يقول ما انا علي حق في الاخره ابيع واشتري، مفيش يا اخويا، لا انت لا تملك ثمنا تشتري به ولا يملك غيرك سلعه في الاخره، لا تملك ثمن ولا غيرك يملك ايه سلعه، خلاص يبقى الباب ده الايه انسد. ولا خله، معنى الخله ايه؟ الخله هي الود الخالص، الود الايه الخالص، اللي هي ايه اللي يتخللها الايه الحب عال قوي، لان ما دام انت شيء وهو شيء يبقى خلالكم، ان كان خلالكم حب تبقى موصولين، دي مش هتبقى موجودة في الاخر، لان كل واحد ايه مشغول بنفسه، كل واحد مشغول. طيب وشفاعة؟ طب الشفاعة دي يا اخوي دي مأذون فيها، إن كانت ممن أذن له الله أن يشفع تبقى في إيد ربنا، إلا بإذنه ولا لا.
ومعنى شفيع يعني ايه؟ شفيع دي مأخوذة من الشفع والوتر، الوتر واحد الشفع ايه؟ اثنين. فكان الشفيع يعني بيضم صوته لصوتي علشان نقد الحاجة دي عند فلان عند ايه؟ يبقى بيشفع انسان بانسان له جاه عند المشفوع عنده عشان ينفذوا. قال لك في الاخره بقى الوسائل دي مش موجوده، لا بيع ولا خله ولا شفاعه. خلاص. يبقى انتم اذا انفقتم اتقيتم ذلك اليوم، انفقوا مما رزقناكم من قبل ان يعني انتهزوا الفرصه، من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خله. طبعا ما دام كلمه بيع تيجي يبقى في شراء ولا لا. بس انت تلاحظ ان مثلا البيع انك بتستبدل سلعه بتمن، سلعه بتمن. المرار يطلق على البيع شراء وعلى الشراء بيع ان كنت هتستبدل سلعه بسلعه، سلعه بسلعه، يعني دي هتستفيد بها مباشره والتاني هيستفيد ايه؟ يعني بتستفيد بشويه قمح مثلا عنب، بشويه قمح مثلا تمر، دي هيستفيد بيه. يبقى كل واحد صالح لانه يكون ايه؟ بائع وشاري، بائع وشاري. ولذلك لما يجي في خلاف في الحكايه دي يقول لك ده بائع وشاري، قول له لا، بس ان كان المستبدل بتستبدل سلعه بثمن يبقى ده اسمه بيع. اسمه ايه؟ بيع. وان كنت بتستبدل سلعه بسلعه يبقى يصح انه يبقى بيع وايه؟ ويبقى شاري. نعم. قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خله ولا شفاعة. بعد ذلك أبواب النجاة المظنونة عند البشر مغلقة. فالحق سبحانه وتعالى يقول أنا لم أفتك على خلقي، خلقي هم الذين ظلموا أنفسهم وأوقفوا نفسهم هذا الموقف، هم اللي أوقفوا نفسهم إيه؟ هذا الموقف. أنا مش جبار، أنا مش ظالم، ولكن الإيه؟ والكافرون هم الظالمون، هم الذين ظلموا ايه؟ انفسهم. نعم. وبعد ذلك بعد ما يتكلم بقى عن الرسل وعن الاختلاف وعن القتال عشان تثبيت منهج الحق وعن الانفاق، يتكلم هذا، نريد ان يبدي لنا التصور الايماني الصح اللي في ضوءه جاءت كل هذه المسائل. ممكن الرسالات كلها جه في ضوء هذا المبدا. قال الله لا اله الا هو. كلمه الله دي احنا كنا تكلمنا بها، قلنا انها علم على واجب الوجود، علم يعني اذا اطلق ينصرف الى الذات الايه؟ واجبه الوجود. ومعنى واجبه الوجود يعني ايه؟ الوجود ده قسمين، واجب وممكن. ممكن يعني يجي او ما يجيش، انما واجب يبقى لازم ضروري يكون موجود. وقلنا ان الحق سبحانه وتعالى حينما اعلمنا باسمه الله ادانا فكرة على ان كلمة الله دي هو متحدي بها ان يسمى بها سواه، ولما تحدى بها ان يسمى سواه، لو اننا مؤمنين كلنا اللي في الكون كنا احترمنا الكلام ده ولا حد يسمى. قال انا خدت الاسم ده لنفسي، يعني المؤمن بالله ما يحبش يعمل ايه؟ لكن طب اذا كان وجد كافرين بالله وبيتمردوا ويلحدوا بالله ويقولوا الله خرافة، الا يجرؤ واحد من هؤلاء ان يسمي نفسه الله؟ ليه بقى ده مكترئين على الله؟ بيقول لك الله خرافة. طب ان كنت جدع بقى والحكايه دي صحيح من بقى من قلبك، سم نفسك الله، لان الله تحدى ان يسمى به. ما يجرؤش واحد على انه يدخل في التجربه دي. عدم جراه الكفار والملاحده في ان يدخلوا في هذه التجربه دليل على ان كفرهم غير وطيد في نفوسهم. لو كان صحيح الله ده كانوا يقولوها ولا يبالوا، يقول لك طب انا حسني لما اشوف ايه اللي هيحصل. ما حصلش هذا. يبقى الله علم على ايه؟ واجب الوجود المتصف بكل صفات الايه؟ الكمال. بعد ذلك جاء بالقضية الاساسية وهي الاولى الايمانية، الله لا اله الا هو. لا اله الا هو فيه هنا نفي وفي ايه؟ اثبات.
النفي في لا إله والإثبات في إيه؟ إنه. النفي والإثبات ده تخلية وتحلية. خلى نفسه من تصور الشريك لله ثم أثبت لله له. يبقى لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، وإلا فقد وجد معبود وعبدوا أصنام مش كده، وعبدوا كواكب، إنما هي بحق ولا بباطل؟ بباطل. نأتي نقول دليل صدق هذه القضية، لا إله إلا الله أي لا معبود طيب إلا الله. فإن كان الكلام ده حقيقة حقا وصدقا يبقى انتهينا. طب وإن كان مخالف فيه؟ نقول طب من المخالف؟ هذا الإله اللي بنقول ما فيش معبود إلا هو، لأنه الذي خلق وهو الذي رزق وقال أنا اللي خلقت. إن كان الكلام ده صح يبقى صادق في أنه لا يعبد إلا هو. وإن كان الكلام ده مش صح وحد تاني غيره هو اللي عمل، أين هذا الأحد الذي عمل ثم ترك من لم يعمل ليأخذ الكون منه؟ أنا اللي خلق الكون. طب فين بقى اللي خلق ده وقاعد ساكت نايم على ودنه؟ ها؟ ولا ندريش بالحكاية دي. ها؟ حاجة من اثنين، صحيح يا ما فيش إله إلا هو يبقى خلاص القضية انتهت. طب فيه إله وبعدين جه واحد كده وقال أنا الإله ولا فيش إله إلا أنا. طب إن كان الإله تانية فين هي؟ ما تدريش بالحكاية دي. إن ما كانوش ديريوا بالحكاية دي يبقوا ينفعوش آلهة. وإن كانوا ديريوا ما قالوش لا لا ده احنا ليه الآلهة وده كلام كذب. وزي ما هذا بعث الرسول بمعجزات، وما يبعث الرسول بإيه؟ بمعجزات. صاحب الدعوة إذا ادعاها ولم يوجد معارض له تبقى الدعوة تثبت له إلى أن يوجد منازع. يبقى كلمة لا إله إلا الله معها دليل إيه؟ معها دليل الصدق. نقوله لأنه إما أن يكون هذا الكلام حق وصدق يبقى انتهين خلاص، وإن لم يكن حقا فأين الإله الذي خلق واللي هو يجب أن يعبد بعد ما سمع واحد بيجي ياخد منه القضية دي وبعد ذلك ما نسمعش له حس ولا نفس ولا يتكلم ولا يقول ولا ندرى عنه؟ يبقى إيه ده شاب يا مدريشي يبقى ما ينفعش إله خلاص. طب ديري يبقى جابنا ان يرد مش كده ولا ايه؟ يبقى ملوش قوة. ولذلك ربنا يجيبها من ناحية تانية يقول ايه؟ قل لو كان معه آلهة كما يقولون اذا لابتغوا الى ذي العرش سبيلا. ده يقول امي ويأمنوا بي ان كان عندهم مظاهر قوة وادعوا انها آلهة، دول يقول امي لابتغوا الى ذي الايه؟ العرش سبيلا. الله. طيب وانا بقول لا اله الا الله وبعد ذلك مريد المؤمنين يؤمنوا به، طيب وبعدين نسألوا في اله تاني مش لازم تبقى معركه؟ المعركه دي تظهر ازاي؟ ان هو يبعث رسول برضه ويجي الرسول يقف امام الرسول ونشوف مين الفتوي ومين اللي هيغلب ومين اللي ما حصلش يا اخوي. الحكايه دي ما حصلتش. تبقى اذا الكلمات صدق في ذاتها عند من ينكرها، والدليل فيها عدم وجود المنازع لهذه الدعوة، لأنه إن لم يوجد منازع فقد ثبت أنه لا إله إلا الله. وإن وجد نقول له أين هو؟ أين هو؟ خليني يجي كده وقول لا الكلام ده ما حصلش هذه الكلمة. وإحنا ضربنا مثل مرة ونهب أننا في اجتماع هنا وبعد ذلك لقينا حافظة نقود فعرضناها على اللي قاعدين دول دي بتاعتكم محدش ادعاها، ثم جاء واحد كان هنا وخرج وقال يا ناس انا وانا معكم ضاعت حافظة نقودي ولم يدعها واحد منا. تبقى بتاعته ولا مش بتاعته؟ تبقى بتاعته. خلاص هو لا اله الا الله الى ان يثبت انه فيه لا اله الا الله، يبقى يورينا شطرته بقى. مفهوم الكلام ولا لا؟ الله لا اله الا هو، وما دام بقى معبود متوجه اليه بالعباده والعبادته هي ايه؟ الطاعه. معنى عابد يعني ايه؟ يعني طائع. طائع يقتضي امر ويقتضي نهي، يقتضي امر ويقتضي ايه؟ نهي. ما دام يقتضي امر ويقتضي نهي يبقى لازم اللي مامور واللي منهي يبقى صالح ان يفعل وصالح ان لا يفعل.
لما يقول له افعل كذا منهج ايمان، يبقى هو صالح ان لا يفعل ولا لا؟ طب وقوله لا تفعل، يبقى صالح ان يفعل ولا لا؟ وإلا لو كان صالح ان لا يفعل ايقول له افعل؟ ما يقولوش. طب صالح ان لا يفعل، ان يفعل يقوله لا تفعل؟ شو ممكن الذي يبقى صالح لذي؟ ولذلك ارادوا انهم يزووا الاسلام في عملية تقصية اللي هي الصلاة والصوم وشوية الاشياء دي، ويقول لك هي ضد ايه؟ هو الاسلام كده، صلاة وصوم. اه يقول لا، الاسلام كل حركة في الحياة ايه تناسب خلافة الانسان في الارض، لان الله يقول في كتابه وانشأكم من الارض واستعمركم فيها. استعمركم يعني طلب منكم ايه؟ ان تعمروها. ان ايه؟ اذن فكل حركة في الحياة تؤدي الى اعمار الارض دي من العبادة. من الايه؟ يبقى ما تاخدنيش العبادة على انها ايه بقى؟ الصوم والصلاة بس. الصوم والصلاة ده، الصوم والصلاة دي الاركان اللي هتقوم عليها حركة الحياة، اللي هينبني عليها مين؟ فلو جعلت الاسلام هو هذه لجعلت الاسلام اس بدون مبنى. اس بدون مبنى. الاسلام العبادات اللي انت بتقول عليها هي الاسلام دي؟ لا، دي اللي مبني عليها الاسلام. الاسلام حاجه تانيه. ايه الحاجه التانيه بقى دي؟ كل ما يمكن ان يناسب خلافه الانسان في الايه؟ في الارض، ليشرح قول الله هو انشاكم من الارض واستعمركم فيها. يوم يطلع ناس يقول لك لا ده احنا بس مالناش الا ان نعبد ونقعد ونحط بس رجل على رجل. طب يا سيدي لما اقول لك الصلاه دي هتاخد منك قد ايه في اليوم؟ نص ساعة. خليها ساعة يا شيخ، خليه ورع قوي ساعة. عال. والزكاة تاخد منه قد ايه في السنة عشان يحسبها يعني قد ايه كده في السنة؟ والصوم ياخد منه ايه؟ شهر، نهار شهر. والحاج ياخد منه رحلة في عمره. طب بالله يشوف لك كده باقي من الزمن بتاعه قد ايه؟ طب يشتغل في ايه ليه بقى؟ التنبل ده يعمل ايه؟ يعمل ايه بقى التنبل؟ ادري ساعة في اليوم؟ وبعدين؟ يوم في السنة يحسب الزكاة، وشهر في السنة يصوم نهاره، ومرة واحدة في عمره يروح رحلة الايه؟ وبقية الزمان يعمل ايه؟ طيب تعالى بقى كده، مش هتاكل يا حبيبي؟ مش هتلبس؟ نمسك له الضروريات دول، الاكل والايه؟ واللبس. هتاكل يا اخويا رغيف العيش؟ تاكل من بقى؟ مين يعملوا لك؟ ده رغيف العيش عشان يمر بالمرحله لحد ما يبقى لقمه تاكلها. شوف بقى عايز كم عين وكم حركه وكم طاقه. اولا بس انا عايز المحل مش اللي خبزه، لا اللي بيبيعه بس عشان يعمل لك باترينا ودكان ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي، وبعدين يروح الفرن يبقى يجيب بالعربيه بتاعته ويقعد يكتب النهار عشان يديك الرغيف. ادي عمل. ما روحناش الفرن لسه، وبعدين نروح الفرن يقول لي بتعمل ايه يا فرن؟ قال باخد الدقيق، وعايزين فرن بقى يتولع بايه؟ يتولع بغاز، والجاز ينعمل ايه؟ والادوات تتعمل ايه؟ وده يعوز ايه؟ مصنع كذا ومصنع كذا ومصنع الله الله، والمصنع ما مبني على علماء قعدوا يخططوا ويعملوا ويشوف الوقود اللي مش عارف ايه الله. وبعد ذلك نروح لجاب الدقيق، والدقيق البابور اللي جاب الدقيق قعد طحن، الطحن الحجر اتعمل ازاي؟ والمكن اللي بيديرها ازاي؟ المهندسين اللي وضعوه ازاي؟ المواد اللي اتبنت منه ازاي؟ ده خدت كل علوم الدنيا. ما روحناش للغيط اللي جاب الحب لسه. الحب وبعد ذلك حرست بايه؟ حرست بمحراس، محراس من الهو، من اللي بتجر المواشي، والمواشي دي عايزه ايه؟ تبقى شغلانه طويله عريضه. يبقى الرغيف العيش اللي انت اكلته ده شوف احتاج الى كم طاقه من الايه؟ وكم مجال من العمل. هم يعملوا لك كده وانت قاعد صلاه النبي كده تصلي وتصوم بس. لا انت ما انتش عايز بقى لا تصلي وتصوم، اياك ان تاخذ عمل غيرك. اياك ان تاخذ عمل غيرك. ايه افهم؟ انت لابس جلابيه، طب شوف الجلابيه دي جايه منين؟ اتغزلت ازاي؟ واتنسجت ازاي؟ والقطن مطلعها ازاي؟ والزراعه الله
عملية طويلة عريضة، تبقى ما تقعدش تنتفع بحركة المتحرك في الحياة وبعدين تقول لنا انا مش عارض الا عشان اعبد. تعبد يعني ايه اخويا؟ صلي وصوم، نقول ما ايش العبادة دي؟ العبادة هي ان تطيع الله في كل ما امر وان تنتهي عن كل ما ايه منها، في اطار انشأكم من الارض واستعمركم فيها، فكل ذلك عمل يعتبر ايه عبادة، وإلا ستكون تنبلا تنبل في الوجود. ما تنتفعش بعمل غيرك بقى، الشطارة ما تنتفعش بعمل ايه؟ بعمل غيرك. والى لقاء اخر.